الموعد إذن العربي يتجدد من خلال هذه المجموعة. الجولات تتكرر تتشابه في الإثارة لكن تختلف في المكان وفي الزمان. الوداد المغربي يستعد لاستضافة الأهلي المصري حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب التشامبيونز ليج الإفريقي. وأنا أرحب بكم من جديد محللي الجزيرة الرياضية. أبدأ معك كابتن زكريا. قلنا تتشابه ربما الجولات خاصة فيما يخص الإثارة. الموعد هذه المرة يبدو حاسم أكثر مواعيد سابقة إذا أخذنا بعين الاعتبار ترتيب هذه المجموعة. الوداد المتصدر بإمكانه أن يحسم مصير التأهل، بإمكانه أيضا أن يأخذ ربما أفضلية كبرى في حال تحقيق الفوز أمام الأهلي المطالب بالتدارك هذه المرة. آخر فرصة للأهلي. الحقيقة المباراة في الجولة الخامسة لكل الفرق بتحدد مصير الفريق إذا كان يصعد للدور قبل النهائي أو لا. يعني زي ما انت بتقول هزيمة النادي الأهلي قصاد الوداد ده خلاص ما عندوش حظوظ، وبالتالي الوداد والترجي يتأهلوا. فوز الترجي إذا فاز في المباراة بيضمن التأهل بنسبة 100% بصرف النظر عن نتيجة الوداد والأهلي، وبالتالي الجولة الخامسة نتائجها قد تحسم مين اللي هيصعد. ولكن إذا حصل تغيير في النتائج، الأهلي ما اتغلبش أو إذا حتى الترجي ما فازش في المباراة، هننتظر الجولة السادسة. إنما الحقيقة المولودية هو الوحيد اللي أعتقد إنه هو ما عندوش أي حظوظ في التأهل، وبالتالي يظل التنافس بين الوداد والترجي والأهلي فرقتين من ثلاثة. كابتن رشيد، الآن مع بلوغنا هذه المرحلة الحاسمة نقولها يعني قبل جولة من النهاية، أعتقد لا معنى لأن تلعب على أرضك أو خارج أرضك، هذا خاصة المعطى يهم الأهلي المصري حتى وأن يلعب في المغرب هذه المرة. هي المفارقة أن الفريقين أو الثلاثة فرق في المجموعتين اللي لم يهزموا حتى الآن هم الوداد والترجي وأنيمبا في المجموعة الأولى. يعني ذلك أن هذه الفرق إعدادها أفضل لهذه البطولة، أن هذه الفرق تلعب بشكل دفاعي جيد جدا وتوازن دفاعي جيد. مشكلة الفرق الأخرى لو نظرنا من كل الفرق المتبقية في المجموعة خمسة فرق، أن عندها مشاكل في الدفاع. حتى إذا نظرنا إلى عدد الأهداف اللي حرزوها والأهداف اللي حرزت عليها، مثلا النادي الأهلي حرز خمسة وعليه أربعة، معنى ذلك النادي الأهلي هناك مشكلة في الدفاع، وهذه المشكلة الأساسية في التوازن الدفاع الهجومي بالنسبة للنادي الأهلي واضح. نفس نظرنا حتى المجموعات الأخرى، سنجد عندما نتحدث عن المجموعة الأخرى نفس هذه المشكلة، لكن مقارنة بنفس المجموعة نجد أن الترجي والوداد عندهم 9-4 و4-3. يعني ذلك أن فرص هذه الفرق بناء على الأداء الإحصائي للفريقين أنه ممكن جدا تكون فرصهم أكبر، خاصة أنه الترجي يلعب مع فريق متزيل المنافسة وخرج من المنافسة، وبالتالي ممكن جدا يعني يحقق نتيجة إيجابية. نعم. بالنسبة للوداد أعتقد أنه الوداد يعني حسب كلام يعني جوزي إيمانويل جوزيني ودرس الفريق جيد جدا، عارف كل التكنيكال أسبكت بالنسبة للفريق، وهو الآن في حالة جيدة، كسب أسوان 4-0 في مباراة داخلية. نعم. معنويا مستعد جيد، أيضا عودة اللاعبين أحمد فتحي وبركات سعد. سأتحدث بتفاصيل أكثر عن الأهلي المصري عملاق إفريقيا مانويل، ونحن نتابع آخر مباراة للوداد كانت على ملعب المنزه في تونس أمام الترجي الرياضي. مقارنة بالوداد الذي لعب على أرضه أمام الترجي هناك اختلاف كبير، يعني ميشيل دوكاسيل يلعب بطريقة مختلفة، بحث من خلال هذه المباراة عن التعادل، لعب متكتلا. هذه المرة قد يختلف الأمر وهو يستقبل الأهلي المصري لأنه مطالب بتحقيق الفوز لحسم مصير التأهل. Well, I think Moise, this game it has entered a stage whereby I think. بالتأكيد هذه مباراة مختلفة، هناك حسابات نفسية مغايرة خلال هذا المباراة. نظرنا إلى هذا المجموعة برغم أن المباراة الأخيرة هي التي ستحدد مصير المجموعة، فإن كل فريق سيحاول وضع إمكانياته الاستراتيجية وأيضا الذهنية من أجل تجاوز هذا دور الترجي التونسي والأهلي والوداد البيضاوي. كلها فرق تحترم بعضها البعض، فرق تعرف قوة بعضها البعض، لم يكن أحد يتوقع الكثير من المولودية في هذا المجموعة، لكن ضربناهم
فريق قوي عندما يلعب الفريق على على أرضه فهو يلعب بقوة. الأهم هو أنك لا تخسر خارج الميدان، وعند لعبت على أرضك فعليك أن تفوز. هذا مبدئيا يعني، لكن أعتقد هناك خصوصية كبرى لمباراة هذه الجولة كابتن زكريا. لماذا؟ لأنه الأهلي مطالب بنفس هجومي أكثر، ربما مطالب حتى بنوع من المجازفة، لأنه يلعب مباراة تقريبا مباراة الموسم إن شئنا أمام الوداد في المغرب. هو شوف معز، المجموعة دي بالذات والثلاث فرق دول ما كسبوش خارج أرضه، يعني لا الوداد ولا الترجي ولا الأهلي فاز خارج ملعبه. حتى اخر مباراه الترجي تعادل 0-0 مع الوداد، والمولوديه 0-0 مع الاهلي يعني. بالظبط. فالاهلي بقاله حوالي سنتين في كل مبارياته الافريقيه ما بيفوزش بره. المباراه دي تحدي كبير جدا بالنسبه له، لان التعادل حتى مع فوز الترجي معنى كده انه علشان يصعد لو اتعادل مع الوداد محتاج انه يفوز على الترجي بهدفين. فاذا النادي الاهلي ما عندوش غير الفوز. جوزيه عارف كده واللاعبين عارفين كده، ومش مستحيل الفوز. بس الوداد انا في رايي هو مفاجاه البطوله في المجموعتين، لانه الحقيقه ادى اداء خارج ملعبه وجوه ملعبه اداء ممتع، وعنده لعيبه عندها امكانيات ومستواها ارتفع خلال البطوله. وبالتالي الوداد على ارضه صعب جدا، لانه هو كمان عايز يفوز، وديكاستال بيعرف يتعامل مع اللاعبين في مجموعه لاعبين على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي شفنا اهداف. ويكفي ان الوداد في مصر اتعادل مع النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل ثلاث اهداف. نعم. وبالتالي الحاله المعنويه، يمكن ايمانويل اثار النقطه المعنويه، ده جزء هام جدا، وديكاستال بيلعب على الحته دي. وشفنا الوداد قصاد الرجاء في الشوط قصاد الترجي في الشوط الثاني قدر انه كان مغلوب 2-0 وقدر يتعادل. معنى كده ان الروح المعنويه عاليه جدا عندهم، بيزدادوا ثقه، وبالتالي بيلعبوا على ملعبهم. انا اقول لك معز، اكتر فريق عنده فرص هو الوداد في مجموع المباراتين، لانه بيلعب الاهلي على ارضه حتى لو ما قدرش يكسبه هيتعادل، وبعديها هيلعب على ارضه قصاد المولوديه اللي ما عندوش حظوظ. نعم، هذا بالنسبه للوداد الذي تبدو حظوظه وافره، لكن الأهلي المصري بخبرته الكبيرة صاحب الأرقام القياسية لم يقل بعد كلمته الأخيرة، وهو ما يظهر في هذا التقرير لمراسلنا في القاهرة أحمد نويري، ذا التقاء بعض لاعبي الأهلي قبل سفرهم إلى المغرب. نتابع. مواجهة نارية يستعد لها الأهلي المصري بكل قوة، فالمنافس هو الوداد المغربي الفريق الشرس، والذي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، وذلك ضمن الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. يسعى الأهلي خلال التدريبات إلى الوصول إلى جاهزية تمكنه من الفوز بالنقاط الثلاث، خاصة وأن أي نتيجة غير الفوز تضع الفريق الأحمر في حسابات معقدة قد تطيح بآماله في التأهل إلى المربع الذهبي، بل وقد تعني نهاية مشواره بالبطولة. الفريق اللي يعني احنا بنحترم طبعا فريق الوداد، بس الفريق اللي بينافس على بطوله بيبقى تفكيره المكسب بره قبل جوه عشان يقدر يفوز بالبطوله، فاحنا تفكيرنا كده. ويمكن فريق الوداد مستواه تحسن من مباراه لمباراه، ويمكن احنا بنشوف ايه الاخطاء اللي عندنا وهنعالجها، وان شاء الله مش هيكون في اخطاء في المباراه دي، لان ما اعتقدش ان الاخطاء مسموحه في مباراه زي كده. طبعا مباراه صعبه جدا طبعا، خاصه مع الرغبه في ان هم عايزين يتاهلوا طبعا، ده غير ان هو بيلاعب النادي الاهلي اللي هو نادي القرن الافريقي، وسمعه النادي الاهلي سابقه في اي مكان، فاكيد المباراه هتبقى صعبه جدا طبعا، بس ان شاء الله احنا مستعدين باذن الله. ويغيب عن الاهلي خلال لقائه الوداد المغربيه حسام غالي للايقاف، واحمد السيد ومحمد بركات والبرازيلي فابيو جونيور للاصابه. هي مفترق طرق، اعتقد ان هي المباراه ديت في دور الثمانيه في دور الابطال، أعتقد هي المباراة الأهم، يعني كلها مباراة قوية لكن دي المباراة الأهم. فوزنا بيها أو الحصول على نتيجة إيجابية أعتقد إنها بتقرب شوية من التأهل والوصول لدور قبل النهائي، لا قدر الله الخسارة بتعني صعوبة الوصول للأدوار اللي بعد كده.
وقد قررت إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني للفريق الأول منح اللاعبين مكافآت خاصة في حال الفوز على الوداد في مسعى لتحفيزهم، ويقبع الأهلي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية لدور الثمانية بدور أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط. منحنى استعدادات الأهلي أصبح أكثر تركيزا وقوة قبيل لقائه الوداد البيضاوي المغربي، لقاء صعب تسهم نتيجته إلى حد كبير في تحديد مصير أبناء القلعة الحمراء في بطولة دور أبطال إفريقيا. أحمد نوير، الجزيرة الرياضية، من داخل النادي الأهلي بالقاهرة.